صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 77 لسنة 2017 بإنشاء اللجنة العليا لتطوير جزر حوار. وجاء في المادة الأولى من المرسوم أنه تنشأ لجنة تسمى اللجنة العليا لتطوير جزر حوار، ويشار إليها في هذا المرسوم بكلمة اللجنة، وتشكل برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى الخليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة، وعضوية كل من وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني، وزير المواصلات والاتصالات، وزير الصناعة والتجارة والسياحة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، وعدد من رجال الأعمال يصدر بتسميتهم قرار من رئيس اللجنة. وجاء في المادة الثانية: تهدف اللجنة إلى تحقيق تطوير شامل لجزر حوار بما يضمن خلق نموذج للسياحة المستدامة فيها وكفالة الاستغلال الأمثل لها سياحيا. تباشر اللجنة مهامها في إطار السياسة العامة للمملكة وخطط التنمية فيها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات والهيئات واللجان العليا ذات الاختصاص والصلة بمهام اللجنة. يكون للجنة كافة الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافها بما لا يتعارض مع أحكام القانون، ولها على الأخص القيام بالآتي: أولا، اقتراح استراتيجية متكاملة لاستغلال جزر حوار سياحيا. ثانيا، اقتراح الخطط الرئيسة والمرحلية اللازمة لتنمية وتطوير الجزر سياحيا. ثالثا، اقتراح البرامج اللازمة لتطوير البنية التحتية للجزر وتوفير وسائل المواصلات إليها بما يحقق أهداف اللجنة. رابعا، اقتراح إصدار الأنظمة اللازمة بشأن تحديد قواعد ومعايير وشروط الاستثمار السياحي في الجزر. خامسا، اقتراح البرامج الترويجية اللازمة لتسويق الجزر سياحيا وجذب المشاريع السياحية إليها. دال تباشر اللجنة مهامها بما يضمن عدم المساس بالثروة البحرية وحماية البيئة والحياة الفطرية. وتضمنت المادة الثالثة من المرسوم تنشأ لجنة تسمى اللجنة التنفيذية، وتشكل برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وعضوية كل من: أولا، الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة. ثانيا، وكيل الوزارة لشؤون الأشغال بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. ثالثا، الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني. رابعا، قائد خفر السواحل. خامسا، نائب الرئيس التنفيذي لإنتاج ونقل الكهرباء والماء في الجهاز الإداري لهيئة الكهرباء والماء. سادسا، مدير الأشغال العسكرية. ب، تختص اللجنة التنفيذية بمتابعة تنفيذ ما يصدر عن اللجنة من قرارات وتوصيات بعد اعتمادها من مجلس الوزراء وإعداد تقارير تفصيلية في هذا الشأن ورفعها إلى رئيس اللجنة.